عن كيفية الاستهداف لهذا الموقع في جبرة، يعني طبيعة المكان المستهدف أيضا من قبل قوات الجيش السوداني؟ هل هذا الموقع كان يتبع بالأساس للجيش السوداني ومن ثم تمت السيطرة عليه من قوات الدعم السريع أم ماذا؟ المواقع الموجودة في جبرة تتبع للدعم السريع. في جبرة توجد منازل لآل دبلو، يعني الفريق محمد حمدان دبلو، ويبدو أنه لديه منزل هناك وعدد من أقاربه يتمركزون في حي جبرة، لديهم عدد من المنازل يقيمون هناك وحتى حرسه الخاص، يعني عدد كبير. وبالتالي طالما أنه يقيم هناك، هنالك عدد كبير من عناصر الدعم السريع تقيم في الحي كحراسات لهذا المكان وأيضا كحراسة شخصية للفريق دبلو. هنالك إذا وجود في الدعم السريع، يعني هذا مكان للدعم السريع، موجود في الدعم السريع، والجيش حاول أن يعني يستولي هذا المكان ويخرج عناصر